قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، خلونا نروح لمية ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس والمرور في عموم المحافظات. صباح الخير عليك يا لمية. صباح الخير عليك يا شازلي، وصباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وخلونا نبدأ جولتنا من القاهرة وبالتحديد من ميدان العتبة اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية إنما نسبية. هنفضل ماشيين لحد شارع عبد العزيز وهناك هنلاقي برضو كثافات مرورية. هنكمل جولتنا لحد ما نوصل لميدان طلعت حرب وهناك هنلاقي سيولة مرورية هتبدأ تختفي لحد ما نوصل أو نلاقي بعض الكثافات أمام المتحف المصري. هناخد طريق كوبري أكتوبر واللي هيوصلنا لشارع رمسيس، هناك هيكون في كثافات مرورية هتبدأ تقل بشكل تدريجي على مسافة قريبة، لكن هتظهر بعض الكثافات أول ما نوصل للكورنيش وهتفضل مكملة لحد شبرا مصر. دلوقتي هنروح لشوارع الجيزة ونروح لشارع فيصل اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية بتبدأ طبعا من محطة المريوطية ووصل لحد الطوابق. عند الطوابق تحديدا في كثافات مرورية كبيرة هتبدأ تقل بعد ما نوصل لمحطة التعاون والعريش، لكن بداية من شارع فيصل بيشهد كثافات نسبية، ولو رحنا لمحور صفت بيشهد كمان كثافات مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة. في الإسماعيلية هنلاقي إن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة الطريق. أما المتجه لبورسعيد ففيه سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. كمان هنلاقي سيولة مرورية كبيرة خصوصاً على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية. في محافظة سوهاج هنبدأ فيها من محطة قطر سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. هنمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيها سيولة مرورية، لكن في بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة في كمان كثافات إنما نسبية، وكثافات نسبية تانية عن طريق مستشفى جامعة سوهاج. كمان في كثافات مرورية إنما بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم بشارع التحرير.